الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لازلنا نتعلم من حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يهتدي بهدي الأنبياء كما أمره ربه سبحانه وتعالى، فبهداهم فاقتده. وكان من سر هذا الاهتداء أنه كان عليه الصلاة والسلام يتتبع خطى الأنبياء. جاء في كثير من قصص أخباره وهو يمشي في أسفاره، لما مر في طريقه مر إلى واد يسمى وادي هرشة بين مكة والمدينة، قال: كأني بيونس ابن متى وهو على جمل أورق. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصف يونس ويصف الجمل الذي عليه. لما وصل إلى عسفان قال لأصحابه: ما هذا المكان؟ قالوا: عسفان. قال: كأني بهود وصالح على بكرين أحمرين، أي جملين أحمرين، خطامهما من الليف. حتى وصف الخطام الزمام الذي كانوا يستعملونه أنه من الليف ومن الصوف، ووصف لباسهم. هذا كله وجه من وجوه الصلة الروحية بينه وبين الأنبياء. لما كان في طريق الإسراء والمعراج إلى بيت المقدس مر على قبر موسى وهو قائم يصلي في قبره، سلم عليه، ومر على بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم، فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع آثار الأنبياء ووصف لنا الأنبياء. وصف لنا شكل سيدنا موسى وقال: كان صبطا آدم كأنه من أبناء شنوءة التي يسمونها عندنا بلاد غامد وزهران. ولما وصف سيدنا عيسى بن مريم وقال: كأنه يشبه عروة بن مسعود الثقفي. فهذا كله يعطينا صورة على شأن الاتصال والتتبع. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في تتبعه لآثار الأنبياء هكذا، يقول لما جاء إلى بيت المقدس ليلة الإسراء كما في صحيح مسلم يقول: فربطت دابتي البراق حيث كانت الأنبياء تربط دوابها. ما الفائدة؟ ربما بعض الناس يقول: ما إيش الفائدة أن الواحد يربط دابة في نفس مكان دابة الرجل الصالح الذي ربطها؟ هل يترتب على هذا شيء عبادة؟ هل يترتب على هذا؟ هو الاهتداء، هذا هو الحب، هذا هو التعلق. ولهذا نحن أولى بنا أن نهتدي بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتتبع خطاه أي مكان مر فيه أو تحرك فيه، أو أكل أكله، أو واد سلكه، أو مكان وقف فيه. أولى بنا نحن أن نتتبع خطى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه من الهدي الواضح جدا في سيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا نحن إذا قمنا نصلي نستذكر: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنتصور ونتخيل كيف كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. إذا جاء موسم من المواسم فنتذكر ماذا كان يفعل في هذا الموسم، ماذا كان يقول في رجب، ماذا كان يفعل في ليلة نصف شعبان، ماذا كان يفعل عندما يدخل رمضان، ماذا كان يقول في ليلة القدر، كيف كان يعتكف، كيف كان يتعامل. كل هذه الشؤون تتبعها يكون على ليس على وجه الاقتداء فقط بالأفعال، بل أن يكون خياله في قلوبنا وعقولنا دائما، كما هو كان كذلك يذكر عن الأنبياء ويخبر عن الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القصص، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن القصص الأنبياء تثبت فؤاده، كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا كانت قصص الأنبياء تثبت فؤاد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك شيء أكثر تثبيتا لقلوب المؤمنين من قصص وأخبار رسولهم وحبيبهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نسير.
ومنقذا ومعلما.